طوابير تتشكل في محطة سان بانكراس الدولية في وسط لندن لتأخير القطارات المتجهة إلى العاصمة الفرنسية. هذا التأخير يصل وفق موقع يوروستار التي تشغل هذه الرحلات إلى ما يقارب ساعة تقريبا. كما تم إلغاء قطارين من بين 18 رحلة مبرمجة للمغادرة من لندن ظهر اليوم ومساء اليوم إلى العاصمة الفرنسية بسبب الأعمال التخريبية التي ذكرتها. موقع يوروستار أيضا في نفس الوقت يحذر المسافرين من تأخير متوقع لهذه الرحلات، ولكن الرحلات المتجهة إلى أمستردام أو بروكسل لم تتأثر، يعني فقط القطارات المتجهة إلى العاصمة الفرنسية هي التي تتأثر. تم إلغاء قطارين اليوم وتأخير لبقية الرحلات لما يقارب الساعة. لكن بالطبع ربما سنشهد المزيد من يعني الطوابير الطويلة، ربما الاكتظاظ في داخل هذه المحطة التي هي أصلا يعني ليست محطة ضخمة، ولكن يعني ربما ستكون الصالة يعني كثيفة بالمسافرين بسبب هذا التأخير الذي يمتد كما ذكرت لساعة. طيب